بسم الله الرحمن الرحيم. نعناعي جلال لاعب سابق فريق دفاعي سبع ولاعب سابق اتحاد البيضاوي شباب اطلس خنيفرة جمعية لافارج ومجموعة الفرق الوطنية، والان كنحمل المسؤولية ديال رئيس قدماء جمعية قدماء دفاعي سبع. وهذه الجمعية تخلقات الخوت بعضياتهم يتجمعوا ويكون صلة الرحيم، وهي خاصة هي ديال المشاكل الاجتماعية اللي كيعانوا منها الإخوان لاعبين القدماء ديال الدفاعين سبع، وخلق وإحياء الروح فريق نادي الدفاعين سبع، وخلق مدرسة لكرة القدم لمؤازرة فريقنا الأم اللي هو فريق دفاعين سبع، وهذا هو المبتغى. كنتوخى من هذا الجمع إن شاء الله يكونوا صلة الرحيم بيناتهم، لأنه تبارك الله راه كاين 32 سنة بعض الإخوان ما شافوش بعضياتهم حتى اليوم، وهذا شرف لنا. وكنبغي نشد بحرارة على مجموعة ديال اللاعبين القدماء اللي هما حاضرين اليوم، وبغيتهم ديما يبقاو متكتلين بعضياتهم ويسولوا في بعضياتهم، وتبقى هذه صلة رحم بعضياتهم، ويكونوا مقابلات تكريمية ومقابلات تأبينية لبعض الإخوان اللي هما توفاو وما كيحضروش لنا، وكنبغي نترحم عليهم بهذا المنبر هذا في هذا النهار الله يرحمهم جميعا. واش كاين شي تكريم في فعاليات محدودة ولا تكرم؟ كاين اليوم التكريم ديال بعض مسيرين فريق ديال الدفاعين سبع، وبعض اللاعبين القدامى، وبعض محبين الفريق اللي غادي يكون تقريبا 30 تكريم اليوم ان شاء الله في اول خطوه. والجمعيه تاسست 10 ايام دابا 12 يوم، وغادي نكرموا تبارك الله 30 لاعب. شكرا.